أقامت مكتبة الإسكندرية ندوة بمناسبة مرور 10 سنوات على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي. وعلى هامش الندوة أحيا الفنان علي الحجار وفرقته حفلا موسيقيا تضمن العديد من ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي. وأكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد أن الموسيقار عمار الشريعي قامة فنية كبيرة ساهمت أعماله في إثراء الحياة الفنية سواء كانت في الدراما التلفزيونية أو في الأغاني الوطنية. لكن قلبي مطرح ما ينسى.